السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس عبير سمير. أهلا بكل طلابي حبايبي، طلاب الصف الخامس الابتدائي. تعالوا بسرعة كده عشان نستعد مع بعض ونكمل شرح دروس منهج الساينس من كتاب كوني نسخة 2024 طبقا لأحدث التعديلات الوزارية في المنهج. طبعا خلصنا أول 5 دروس كونسبت 1، ومبسوطة جدا بكل تعليقاتكم الجميلة على قناة اليوتيوب، قناة عشاق الساينس. النهارده هنبدأ مع بعض في كونسبت 2. كونسبت 2 عندي اسمه إيه؟ اسمه Energy Flow and Ecosystem. طيب تعالوا مع بعض نفهم يعني إيه الكلام ده. أول حاجة في Lesson 1، موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، نتكلم في Activity Number 1. Can you explain؟ يعني أنا شايف إيه في الصور اللي قدامي؟ قول لي كده، what can you observe؟ what can you see in these pictures؟ حد هيقول لي أنا شايف هنا forest، I can see a forest. And there is a desert. سي تاندرا، طبعا احنا كلنا عارفينهم ودرسناهم في سنه رابعه، وقلنا قبل كده ان التاندرا دي الكولد ديزرت او الصحراء البارده. كل دول، طيب الصور دي عباره عن ايه؟ دول ديفرنت ايكو سيستم. So this pictures above show different ecosystems. دي عبارة عن ecosystems أو بيئات مختلفة زي ما كنا بناخد السنة اللي فاتت. طب انا لازم ابقى عارف ايه عن الايكو سيستم ده. الايكو سيستم او النظام البيئي ده فيه ايه؟ consist of organisms، انا شايفه في كائنات حيه، and their environment، والبيئه بتاعتهم. ال living organism زي مين؟ زي ال plant وال animal وكمان ال human، كلهم part of an ecosystem. وخلي بالكم من حاجة مهمة جدا، إن ال ecosystem أو النظام البيئي بيكون فيه living and non-living. living and non-living يعني living دي الكائنات الحية زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق، ال animals وال plant وال human كلهم living organisms، كائنات حية. طب لما اجي اتكلم بقى عن الروكس، عن الصن، عن الووتر، عن الاير، عن اللاند او السويل، كل دول بسميهم non living things او اشياء غير حية. يبقى الايكو سيستم بتاعنا هو عبارة عن ايه؟ It's a community that contains، فيه، يلا نعلم سوا، number one، في living organisms، كائنات حية، and non-living things، أشياء غير حية، بس على شرط، مش كل واحد separated from each other أو ما لهمش علاقة ببعض، لا، they interact with each other. Interact with each other يعني بيتفاعلوا مع بعض. طب تعالوا نسأل سؤال كده زي ما عندنا في كتاب كوني. How does energy flow through an ecosystem؟ أنا عايزة أفهم بقى معنى الكونسبت ومعنى الليسن بتاعي. يعني ايه الانرجي؟ الطاقه بيحصل لها فلو، بتنتقل. ازاي ده بيتم؟ زي الصوره اللي احنا شايفينها تحت. هتقول لي انا شايف ده بقى المفروض الانيمال ده بيعمل تشيزنج وبيتعقب بالزيبرا، ليه؟ علشان خاطر يعمل لها هنت او ياكلها. طب لما هياكلها مش هو كده هياخد الانرجي من جسمها؟ صح، يبقى هو get food and energy when hunts another animal. يبقى الانرجي هنا flows، بتنتقل between the living organisms. امتى؟ when they feed on each other، لما كائن ياكل كائن تاني، when a living organism eats another او feed on another living organism، the energy will transfer will flow، الانرجي هتنتقل من جسم ده، من الكائن اللي اتاكل، لجسم الكائن اللي اكله. when a living organism die، طب ما living organism ده هيفضل بقى معاه كده الانرجي طول عمره؟ هيفضل طول بقى مدى الحياة مع الانرجي دي؟ لا، خلي بالك، لما يحصل له كده death ويموت، الانرجي بتاعته return to the soil، ترجع تاني للسويل. وهنفهم في دروسنا البوينت او النقطة دي بالذات تفصيل لها ازاي. طبعا احنا شايفين امثلة، عايزين ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا. انا لما بتكلم كده عن الانر اكشن او الانتر اكشن between living organisms، انا بتكلم ان في كائن قوي مفترس هسميه بريدتور. بريدتور زي اللايون مثلا او زي الكات اللي بتحاول تاكل البيرد دي. يبقى انت دلوقتي بتكلم ان في بريدتور. بريدتور يعني كائن مفترس. بريدتور الكائن المفترس اللي هيجي يعمل هانت، هانت انذر انيمال، هيصطاد كائن تاني او هياكل كائن تاني يفترسه. لكن الفريسة يا عيني الغلبانة الضحية دي اللي اتاكلت اسمها براي.
طيب تعالى نكمل. فاكتيفيتي نمبر 2 مطلوب مني ايه؟ جابوا لنا اكزامبل على الموضوع ده اللي هو الهوك. طيب الهوك ده بقى ماله، اللي هو الصقر يعني. انا عايز اعرف هاو هوكس جيت انرجي، بيحصلوا على الطاقه منين؟ هتقول لي لازم ياكلوا. هقول لك طب الهوك ده مثلا لما بيجوع بينزل ياكل بلانت مثلا زيه زي الرابت؟ هتقول لي لا، الهوكس دي ار ميت ايتنج انيمالز، يعني كائنات مفترسه بتاكل اللحوم. طب تو جيت انرجي عشان ياخد الطاقه، ما هو هياخدها منين؟ فروم الفود اللي هياكله. الهوك ده ممكن ياكل ايه؟ سنيكس، تعابين، ماشي هياكل. لقى قدامه في وشه مايس، فيران، هياكل، ماشي شغال. فيش، بيردز، سكوايرز، رابت، كل دول يقدر ياكلهم. وبرضه ممكن ياكل سمول جراوند انيمالز، الانيمالز الصغيره اللي ايه ماشيه في الارض. الهوكس دونت ايت بلانتس، واركز على كده، هو ما بياكلش البلانت، مش من الكائنات اللي بتاكل نباتات. But they eat animals that eat the plant. يبقى انا اخد بالي من حاجه مهمه جدا هنا، ان انا حتى لما بتكلم عن living organisms او الكائنات الحيه اللي don't depend on plant directly، يعني ايه الكلام ده يا مس؟ يعني مش بيروحوا ياكلوا النباتات مباشره، لا هم بياكلوا animal that feed or eat plant. يعني مثلا هل اللايون الاسد لما بيجوع بيروح ياكل نبات او كاروت مثلا؟ هتقول لي لا. هقول لك اه ماشي، بس احنا نبص كده، هو كل ايه؟ كل دير، غزاله اللي كانت واكله جراس او نباتات قبل كده. يبقى حتى الانيمال او الليفنج اورجانيزم اللي not feed on the plant directly، مش لما بيجوع يروح ياكل بلانت مباشره، هو كل انيمال eat animal feed on plant، يعني كلها بشكل مباشر، يعني خد الانرجي من جسم البلانت بس indirectly بشكل غير مباشر، لانه ما كلوش على طول. لا هو كل انيمال كان واكل بلانت قبل كده. اوكي طب هو الهوك ده ملوش بريدتور؟ هو البريدتور الوحيد اللي بيروح يعمل هانس ويفترس وياكل كائنات تانية؟ لا طبعا، ليه بريدتور بس فيو بريدتور، يعني ايه؟ قليل من الاعداء المفترسين اللي ممكن يلتهموه او ياكلوه، زي الايجلز، النسور، زي هوكس تانية، صقور تانية. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ ما سؤال بقى، what happens when hawks die؟ الهوك ده مات، الصقر ده مات، ايه اللي يجراله؟ تعالوا نفتكر الجملة اللي قلناها في أول سلايد، إن جسمه هيبدأ يحصل له ديكومبوز. ليه بقى؟ هنفهم مع بعض في الدروس الجاية إن في living organisms أو كائنات حية اسمها decomposer، واتسمت كده ليه؟ because it's all way to get food، دي طريقتهم في إنهم بيتغذوا، إن هم بيقفوا كده على الديد بوديز، الأجسام الميتة، ويبدأوا يعملوا ديكومبوزيشن كأنه تحليل وتفصيص لأجسامهم كده. وطيب بيتغذوا، وإيه اللي باقي؟ البقايا الريمينز دي اللي فيها نيوتريانتس برضه ومغذيات بترجع للسويل، ريتيرن تو ذا سويل. يعني أي أنيمال، أي بلانت، أي ليفينج، أني ليفينج أورجانيزم أفتر ديث، اللي بيحصل تيجي الديكومبوزرز وتقف على جسمه وتعمل له ديكومبوزيشن كأنه بيفصصه كده ويتغذوا، ويتبقى ريمينز. الريمينز دي بتكون فيها نيوتريانتس او المغذيات اللي السويل محتاجاها، فبترجع تاني للسويل، ريتيرن باك تو ذا سويل. ايه اللي بعد كده عايزين نتعلمه سوا في اكتيفيتي بقى نمبر 3؟ What do you already know about energy flow in ecosystem؟ انا عايزه افهم الاول يعني ايه ecosystem. احنا فهمناها خلاص ان هي النظام البيئي اللي بيعيش فيه living ونون living وانر اكت او انتر اكت، بيتفاعلوا with each other، ده بياكل ده، ده بيعتمد على ده. طب الايكو سيستم ده لازم يكون حاجه هيلثي صحيه؟ اه طبعا هيلثي، يعني مش بياكل اكلات صحيه يعني، لا الهيلثي ايكو سيستم معناها انه help living organism survive by providing food, water and shelter for them. يعني لازم النظام البيئي اللي عايشه فيه الكائنات الحيه دي يساعدها انها تقدر تعيش، يعني يكون موفر بروفايد الفود والووتر والشلتر، المأوى، عشان يقدروا يعيشوا في المكان ده. وقلنا اصلا الاكزامبلز بتاعت الايكو سيستم لايك الديزرت، رين فورست، سي اند اوشن، تندرا. وطبعا احنا عارفين من السنه اللي فاتت ان كل بيئه من دول او ايكو سيستم من دول للانيمالز والبلانتس او الليفنج اورجانيزم اللي تقدر تعيش فيه.
يعني فور اكزامبل انا مش هجيب كامل واقول له تعالى ليف ان ذا اوشن، مش هينفع. مش هجيب البينجوين واقول له تعالى ليف ان ذا ديزرت. كل ايكو سيستم، ايتش ايكو سيستم، وكل نظام من دول بيئي هو ليه كائنات حيه ربنا خلقها كده ادابت، متكيفه انها تقدر تعيش في المكان ده بظروفه بقى والكونديشن والتمبريتشر وكل حاجه. بعد كده عايزين نعرف ايه تاني مع بعض. What do animals eat؟ هنيجي في سؤال كده، طب الانيمالز بتاكل ايه؟ هقول لك على فكره الانيمالز don't choose their food، هو مش بينقي اكله according to its taste، يعني بيقولش اه الاكل ده طعمه حلو فانا هاكله بعد كده، انا قررت اكل الوجبه دي عشان بقى بتعجبني طعمها والباقي لا. لا but they eat what their bodies need، على حسب احتياجات جسمهم. فهلاقي كل انيمال وليه الميل او الوجبه بتاعته اللي بياكلها، زي الرابت eat the grass. فاكرين الكراكان الوايلد كات، القطه البريه المفترسه اللي خدتوها السنه اللي فاتت؟ اكيد eat ايه؟ مايس، هتاكل الفيران. طيب البيرد eats worm او feeds on worm، بيتغذى على الديدان. فكل كائن من دول ليه type of food او نوعية اكل بياكلها according to its body need، على حسب احتياجات جسمه مش على حسب التيست. وبكده نكون خلصنا مع بعض lesson 1 من concept 2 في المنهج مع ميس عبير سمير. اتمنى لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه تعملوا لي لايك وتعملوا شير للفيديو وتكتبوا لي كمان تعليقكم لانه بيفيدني جدا. واي سؤال ما تنسوش حطوه لي في التعليقات تحت الفيديو في قناة اليوتيوب عشاء الساينس وهرد لكم عليه على طول. باي باي.